فير بلاي. رجعنا من جديد في فير بلاي، نواصلوا في استقبال ضيوفنا. نحكيوا اكيد عن نادي افريقيا. يوم امس كان بلاغ هبط على الصفحه الرسميه الفريق بجديد، تم خلال التاكيد على غلق نهائي الملف اللاعب السابق للفريق الجزائري مختار بالخيثر. معنا بالتليفون مختار، حابين نسالوه على كل تفاصيل الاتفاق هذا، ونسالوه ايضا نغتنم الفرصه بنسال اخباره مع فريق شباب الوزداد. مختار، اهلا بك. اهلا بك يا اسلام، وعلى بكامل الناس اللي تبع فينا. شنو احوالك يا شنو الامور؟ والله الحمد لله لاباس، الحمد لله. وانت شنو احوالك؟ الحمد لله بالحق. حتى حقينك بلقى منذ قليل في الاوف، مختار من العباد اللي خليت بصمه في البطوله التونسيه، سواء كلاعب اخلاق ولا خلق، خليت بلاستيك وخليت لك وحشه كما قلت لك. زاد عايشك ربي يفضلك. الحمد لله، كما اقول لك انسان لازم يكون بروفيسيونال في مخه الكل. ليسونسيال سواء يكون مع الفريق ولا ما يكونش مع الفريق، الناس كي تحكم عليك بالحكم هذه بالاخلاق والتربيه، هذا شرف كبير ليا وشرف كامل العائله تاعي وكذلك الشعب الجزائري. منذ اسبوعين تقريبا نسمع في مفاوضات مختار بينك وبين هيئه نادي افريقيا، ايضا بين المكلف القانوني نتاعك ايضا سليم بولاسنيم، حاول القضيه نتاعك ومصير اموالك اللي تحبهم من النادي الافريقي. ظهر البارح تم التاكيد وغلق نهائي الملف بعد البلاغ اللي هبطوا النادي الافريقي. لو كانت اكدنا الاخبار هذا، تم الاتفاق نهائيا الى اليوم؟ الحمد لله. بيان سير، كيما شفت براسك وقت اللي خرج الحكم والكل كانت صح، كيما شفت الجمهور غضب والكل خلاص مش وقت الحكايات هذو، ما خاطرش كيما تعرف نادي الافريقي حكايه ورا حكايه، معناها الجمعيه تعبت برشا. الحمد لله وقت اللي الهيئه وعلى راسهم يوسف العلمي وقت كلمني على التليفون والكل، قال لي راك معنا راك ولدنا والكل وحقك معنا راك تاخذ وما فما حتى مشكل. اما معنا تعرف البريود اللي فيها الجمعيه والكل معنا بريود خايبه، حكينا وكانت كما يقولوا ما كانتش صعيبه برشا. نزلت على معنا المستحقات، نزلت على خديت معنا شطر تاع الفلوس وخليت شطر على الجمعيه. كيما تعرف معنا الجمعيه تو في ظروف صعبه وكل، قلت انا واحد ما كيما يقولوا براسك عديت 4 سنين في الكلوب، معنا وليت ولدها وليت براسك واحد من العائله. خممت بالكدا بالكدا، قلت علاش لا، معنا محبه تاعي عند جمهور محبه كبيره، قلت علاش لا، هذه الفرصه الواحد انسان يخلي بلاصتو باعيه. تفاهمنا على كل شيء، وكيما قلت لك نزلت على شطر، وهذه حاجه كيما نقول لك درتها من قلبي انا، ما كانش حاجه فورس عليها. فهمت مع كيما يقولوا لافوكا نتاعي المحامي سليم بونسلام، زاد هو كيف معناها تواصلنا مع بعض وتفاهمنا باش نعاون الجمعيه هذه. والحمد لله براسك عندها جمعه من اللي معناها خديت انا ديسيزيون وتفاهمنا على كل شيء. مي حتى البارح معناها صار اتفاق نهائي والحمد لله. دوك معنا سيبو معنا دروك كل شيء مريكل كل شيء. ان شاء الله نتمنى الفريق هذا يرجع لهيبه تاعو ونتمنى له كل خير ان شاء الله. مختار، نزلت على 260 مليون هكا بعمله تونسي، 260 مليون مبلغ كبير ظهر لي. اذا كان نعرف، حتى كنت محظي لهنا انت في اكسبريس اف ام وكنت صرحت قبل بمبلغ كبير ايضا تنزلت عليه، وايضا تنزلت ايضا كي مشيت للسعوديه لعبت في السعوديه. قد وصل المبالغ تنزلت عليهم مختار النادي الافريقي؟ والله صح، هي مش سهله معنا باش براسك معنا راهي براسك مليار ولا سمحت فيها في الكلوب. سمحت مليار النادي الافريقي معنا في ملوك في 4 سنوات معنا. خاطر راني سامح الفريق في ثلاث مرات، المره الاولى ومره الدوزيام وقت اللي مشيت للسعوديه جدا جبت الفريق، والمره هذه كيف واش راح نقول لك، انسان زاد ما ينساش الخير. تحب ولا تكره معنا الفريق هذا زاد كبر لي اسمي، وهو معنا اللي مشيت للمنتخب الوطني سي اكوز معنا الجمعيه هذه. والحمد لله زاد محبه كيما يقولوا، كيف نشوف جمهور تاع الكلوب يحبني والكل. عمري ولا كان عندي مشكل مع الجمهور ولا مع الكلوب، ما نجمش نحكي لك معنا كيف تلعب في الجمعيه هذه، راح تحبها بالسيف عليك. وشفت معنا جيبونس انا واحد من العائله ولا امه كي تكون مريضه ما راحش تزيد عليها، راح معناها راح تعاونها باللي تنجم عليه. انا كيما هكاك خممت هكاك بالكدا مع العائله تاعي والكل. صح معناها ما خديتش برشا فلوس في الجمعيه هذه، ما استفاديتش، اما استفاديت بحبه الناس، وزاد كيف الاسم تاعي كبر.
ايش نقول لك، انا الفريق هذا والله نحبه برشا ديجا، دوك انا نحكي معاك وقعدت نتفرج في الماتش. ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله، هذه كيما نقول هذه حاجه صغيره، اذا كنت نجم نعاونهم في برشا حاجات راني نعاونهم. الفريق هذا صح كي تلعب فيه تحس بيه، تحس برشا حاجات. ان شاء الله نتمنى له كل خير من قلبي، ونشكر زاد الجمهور اللي قاعدين يبعثوا لي في الميساجات. جوستومون مختار، الجمهور تفاعل معاك برشا، هذه شفت حتى على الانستغرام نتاعك قاعدين يبعثوا لك برشا حاجات، هذه شنو شنو حاجات قاعدوا في مخك؟ والله برشا حاجات براسك من البارح لتوا ما نعرفش قداش من الميساج والكل. صافي بليزير، وانا نقول لهم زاد هذه مش مزيه معنا في الجمعيه هذه تاعنا، ونتعاونوا عليها الكل، خاطر كيما قلت لك تكون امك مريضه ولا ما راحش تزيد عليها ولا راح تعاونها بالسيف عليك. نشكرهم برشا ونقول لهم ديما تبقاو في القلب وكل شيء. ان شاء الله الفريق يرجع الوضعيه تاعو، سي فري فات بيريود خايبه، اما معكم رجال معنا في الهيئه والكل، ان شاء الله تيقفوا كيما نعرفوا ديما الجمهور هو اللي يقف الكل، وربي يعطيهم كل خير، ونتمنى لهم ان شاء الله كل خير. كيفاش كان تعامل الهيئه الجديده ليوسف العلمي معاك مختار؟ والله يوسف العلمي انا ديجا مقبل عندي علاقه معاه معنا باهيه والكل، وقت اللي هو شد الجمعيه انا كنت راح باش نكلمه، هو بعدها بنهار كلمني الحق تاع ربي، كلمني وحكينا، قال لي اون امرو يا والكل. معناها كنت انت باش تكلمه وتقترح عليه تعملوا حل وسط بيناتكم، معناها للدرجه هذه معناها؟ بيان سير، خاطر هو انسان زاد، انا زاد كي كان هو في الهيئه التسييريه زاد عمل معايا حاجات باهين، كامل اللي كانوا في الهيئه عملوا معايا حاجات باهين، وبعد ما مشاو زاد تقابلنا والكل، معنا قعدت رولاسيون باهيه، سي بور سا معنا ما لقيناش صعوبات، وانا معنا قدره عالي ونحشم منه والكل. وعلى ديك قلت لك كان كل شيء سهل، براسك في اموا ولا دموا رانا معنا متفقين، جيست معنا كانوا قاعدين الماتشوات وكانوا على بريسيون كبيره والكل، تفاهمنا بعد الماتش هذاك اللي تعدى الماتش اللي فات، والحمد لله كل شيء كان سهل وهذاك هكا هو معنا. بصراحه كان فما فرق في التعامل بين يوسف العلمي والهيئه اللي قبل؟ ايه بيان سير، انا الهيئه ما نكذبش عليك، انا الهيئه هذه خدمت معاهم وتعاملت معاهم، وقت اللي يقول لك معناها عندهم الكلمه كيما نقولوا نحن في الجزائر كلمه الرجال، معناها تجي وعنده يقول لك ما عنديش ما عنديش، اما يقول لك دات فلانيه معناها بعد شهر بعد شهرين تاخذ فلوسك، بعد شهر بعد شهرين كنا ناخذ فلوسنا، وهم جوارات معناها حاضرين واللي كان يخدموا مع الهيئه ويعطوك، هذيك هي حاجه الباهي، كانوا يصيروا مشاكل كنا نسالوا. اما يقولوا لك معناها ما عنديش توا، معناها الشهر الجاي الشهر الجاي تاخذ فلوسك، هذه هي معناها الحاجه الباهيه في الهيئه. وصلوك فلوسك مختار صحيح؟ ايه الفلوس معناها في الكونت نتاعي في تاع في تونس. ان شاء الله بالوقت نشوف كيف السوليسيون جينا. وتنزلت من الفيفا على القضيه معناها نهائيا صحيح؟ بيان سير بيان سير، تنزلت على كل شيء توا كيما يقول لك، ما يسالوني كالخير وانا ما نسالهم كالخير، ان شاء الله معاهم كيما يقول لك قلب ورب، وان شاء الله ربي يوفقهم. باهي احكي لنا اخبارك، نتابع فيك شويه حتى في فريق في بلوزداد، شنو هي امولكم في الشامبيونز ليج؟ عندكم ماتش مهم مع سان داونز نهار الجمعه ظهالي. ماتش صعيب معناه يستنى فينا، لازم نفوزوا بالمقابله. تعادل يرشحكم ظهالي ولا؟ تعادل، لما لازم فريق تاع الهلال ما يربحش، الهلال السوداني لازم ما يربحش، ولا ان شاء الله احنا رانا معولين والكل، ان شاء الله بوركوا با كيما يقول لك راهي حبتنا، ان شاء الله يكون تاهل في سان داونز ان شاء الله. مختار بدلوا لك شويه البوست نتاعك. بدلوا لك البوست نتاعك شويه في بلوزداد. لا والله لا، قاعد في البوست نتاعي يا ريال بروا ديما، معناها انا البوست نتاعي هو ديما نحبه وديما، وانا كي جيت الفريق هذا جيت على اساس ريال بروا. صحيح فما ماتشات لعبت القدام والكل، مي معناها اكثريتها نلعب في البوست نتاعي. واضح خويا، بالتوفيق ان شاء الله ليك مع فريق، ان شاء الله نشوفكم في الدور القادم في الانكار دو فينال في الشامبيونز ليج، واللي مليئه عوده للمنتخب الجزائري ان شاء الله. يعطيك الصحه خويا، تخمم ترجع للكلوب ولا؟ ان شاء الله علاش لا، بوركوا با ان شاء الله نرجع نكمل الكارير تاعي بعد، علاش لا. فوالا بالتوفيق ليك، شكرا ليك مختار على تدخلك معنا. مختار بالخيثر اللاعب السابق للنادي الافريقي، تقريبا قضيته مع الفريق انتهت الى الابد بعد ما تم تسويه النزاع القائم بينه وبين هيئه نادي الافريقي. تعطيكم نتائج الاشواط الاولى في مختلف الملاعب والمقابلات للجوله 23 للبطوله. ليتوال فاز متقدمه في الشوط الاول على جي اس كار 3-1، سليمان متقدمه على تطاوين 2-1، ايضا
المتلاوي السي اس اس تعادل السلبي دون اهداف، السي بي مستقبل الرجيش 1-1، اليو اس مو والكلوب التعادل السلبي ايضا دون اهداف، حاليا نلعب في نهاية مقابلة اتحاد بن قردان والملعب التونسي الدقيقة 95 من المقابلة التعادل السلبي دون اهداف، والاربعة والاربعة تبدأ مقابلة الاسبيرانس والاولمبي البيجي. فاصل موزيكا فلاش بوك.